للوصول إلى منطقة الرمثة الفلاحية بولاية ورقلة عليك بشق هذه المسالك الوعرة وعبر هذه الصحاري الجرداء لتستقبلك المساحات الشاسعة المزروعة بمختلف المنتجات الفلاحية. أنا عندي من 2005 بديت العمل هنا وطلعت العين الأولى من هي عن النخل هذه وبديت نفلح، ومن بعد أديت البيفوات خلصتهم من عندي وخدمتهم 7 بيفوات. دوكا في الوقت الحالي هذا راني سما عندي واحد العام اللي قبل العام اللي فات والعام هذا درت المايس وطلبتهم باش يعطوني الدعم، قالوا لي ما اعطيكش المايس. مانيش عارف على واش ما يعطونيش المايس، اذا كان رئيس الجمهورية يعطي المايس للفلاحة يعطينا، اذا ما عطي الفلاحة المايس يقول ما نعطيكمش، ما فيش مشكل. احنا رانا نخدمه من اجل مصلحتنا، من اجل باش نعيشوا وليداتنا، من اجل باش نعملوا على يعني المنفعه للمواشي ككل العالم كل. نواجه في بعض المشاكل، منها ان هذه الدره العلفيه رانا انتجناها بحر اموالنا، حتى الاستفاده من الاسمده المدعمه الموجهه لهذه المشاريع الاستراتيجيه، المشاريع اللي راه متكفله بها الدوله وتساهم في الاقتصاد الوطني، منعونا من الاستفاده من الدعم تاع الاسمده هذه لاسباب مبهمه لا نعلم ما هي هذه الاسباب. منطقه الرمثة الفلاحيه هي احدى سلات الغذاء بمنطقه ورقلة، لكن رغم التحديات التي رفعها فلاحو المنطقه الا انهم ما زالوا يعانون عراقيل جمة. لا يروح يخدم ويخسر ماله كبير ويخرج للصحراء اللي هو راكم تعرفوا الصحراء فيها قوه قاهره، المواسم تاعها ما تسمحش يعني بصعوبه جدا، كي نلقوا فلاح يخرجنا للصحراء ويدعمنا ويجيب لنا منتوج كيما هذا المايس، ربما يوجع حتى من الغذاء، ربما ما فيه يعني الغذاء يكون يخدم سلطه ولا يخدم ويروح للانعام ثاني على مستوى الوطن. حنا نطالب يعني بالنسبه لي يعني نكون اذان ساغيه عندما يجي الفلاح يتجه للسلطات المعنيه على الاقل يستقبلوه ويطمنوه، نخليه يخدم الحرف نتاعو ويدير المنتوج نتاعو لان هذه راهي لصالح الوطن. بالرغم من أن هذه الأرض تنتج خيرات كثيرة إلا أن العديد من المشاكل صعبت عليهم هذه المهمة، آملين تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية التي أخذتها لمرافقة الفلاحين.